يعني كان ترتيبات أمنية في البداية، كان مفتوحة بعض المحطات المترو القريبة، بعدين بدأ الغلق يتسع. يعني حتى الأسبوع الرابع يعني كنت آتي من منطقة رويال مال ميزون يعني التي تأتي في الظاهر لجهة الشانزيليزي، تم غلقها يعني مع طريق السيار، وبالتالي يعني اتسعت الرقعة وتعلمت حتى القوات الأمنية من الأسابيع السابقة لي. ولكن يعني كنت تعمد أن تتجول بهذا اللباس؟ أنا تعمدت بالضبط، أنا كان الشيء المهم وهو تعمدي بهذا لإثارة الانتباه وكذلك لأخذ ملاحظات عن هؤلاء. بطبيعة الحال أنا لم أرى يعني ملاحظات سيئة من الفرنسيين والحق يقال، ولكن في أشخاص يبدو أنهم من أصولهم من شمال إفريقيا أو حتى من الجزائر، لا أعرف بالضبط، ولكن لدي إحساس أن هؤلاء يكونون من الحركة أو من الذين يعني فقدوا البوصلة، ليسوا جزائريين ويمقتون الحالة الفرنسية، وبالتالي كان هناك بعض من النظرات التي كانت من الحين لآخر، ولكن لم يتحدث معي للأمانة، لم يتحدث معي أنا دولة قانون بخصوص بخصوص لباسي. كنت أتجول به، زرت به مناطق حساسة، اقتربت من كثير، ذهبت به إلى بروكسل، إلى أمستردام، يعني في العاصمة باريس. في العواصم الأوروبية عكس باريس الفرنسية، اعتقادي الشخصي أنه ممكن تتجول في لندن بهذا الشكل، لا أحد يكلمك، لا أحد مثل ذلك، حتى في فرنسا لا أحد يكلمك، ولكن نظرات ربما تعطي أكثر من بعض كلمة. الأشخاص يعني أظن، يعني أنا لا أعرفهم، ولكن أظن أنهم من هذا، صحيح، لأنه حتى عبد اللطيف هذه راجعة إلى الخلفية الثقافية. الاستعمار البريطاني لم يكن استعمارا ثقافيا، بالضبط، الاستعمار الفرنسي كان استعمارا سياسيا عسكريا وثقافيا، ونحن نعاني من جذور هذا الاستعمار الثقافي حتى الآن. يعني